باب الكهانة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة. الكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب، فيقرها أي يرددها وليه أي الذي يواليه وهو الكاهن قر الدجاجة صوتها إذا قطعت.